السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، اليوم جئتكم بتطبيق ستار سات لايف بالتحديث الجديد، وسأضع لكم كود التطبيق أسفل الفيديو. كود كما ترون يشتغل لسبعة أيام. التطبيق سهل جدا، كما تلاحظون هنا قنوات، وهنا قنوات أفلام برو اي بي تي في، وهنا أيضا موفي، ثم العديد من الخصائص. ندخل هكذا على التطبيق. كما تشاهدون تطبيق مرتب ترتيب جيد جدا، كل دولة على حدة عليها تشتغل. هنا قنوات مباشرة كما تلاحظون، هذه قناة كيوبي أوت، وهنا قنوات كيوبي سبور تشتغل بكفاءة جيدة وبصورة ثابتة. جربوا التطبيق ولن تندموا. هنا بين سبور 2 كما تلاحظون القنوات شغالة، قنوة الموفي والبين. عندما ينبثق هذا الإعلان بسرعة نقوم بالرجوع إلى الخلف فيحذف الإعلان. كل القنوات تشتغل بكفاءة جيدة. هنا مختلف الدول العربية ما تشاهدون سرعة التطبيق. مجرد ما أدخل على الباقة تشتغل القناة مباشرة. صراحة هذا التطبيق جميل جدا. هذه قنوات الفرنسية، سأكتفي بهذا القدر حتى لا أتعرض لحقوق تبع النشر. طبعا سأضع لكم رابط تحديث التطبيق أو رابط التطبيق أسفل الفيديو مع كود صالح لمدة 7 أيام، والكود إن شاء الله سيكون متجدد كل 7 أيام. ستجدون الكود، ما عليكم سوى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.